صباح الورد عليكم وصباحكم زي الفل. معكم النهاردة فاطمة أبو علي، والنهاردة هنقدم مع بعض تحلية سهلة وبسيطة قوي لكل الناس اللي نفسها تاكل بسبوسة كده ومش بتعرف تعملها وبتفشل منها، وكل الناس اللي بتبقى نفسها تاكل ايه تحلية سريعة كده في الشتاء تدفي ما بتاخدش في ايدينا خمس دقايق. هنعمل تحلية اسمها سوجي. السوجي حاجة بين الهندي والمصري، يعني المصري بتاعها اللي هو سد الحنك، بس احنا النهاردة هنعمله بدقيق السميد، يعني اكنك بتاكلي بسبوسة. هنشوف كده بقى ايه المفاجآت اللي هنشوفها في الاكلة بتاعتنا النهاردة او التحلية بتاعتنا. المقادير بتاعتها سهلة وبسيطة جدا. هنحتاج السوجي، معايا كوباية من دقيق السميد، وكمان كوباية من السكر، ومعلقتين كبار كده من القشطة البلدي، وكمان 3 فصوص كده من المستكة، ونص كوباية من الزبدة، وكوبايتين من الحليب. ممكن الحليب يبقى نص مية ونص حليب زي ما احنا نحب، وكمان بقى المكسرات دي حسب الرغبة. انا هنا معايا فستق ومعايا لوز، ممكن نستخدم فول سوداني بندق المتاح عندنا، وهنحط معلقتين بس كده من الزيت، ومعايا معلقة من مية الورد او مية الزهر. تحلية طعمها تحفة، يلا كده مع بعض نعملها بسرعة علشان تدفينا في الشتاء. بسم الله. الوصفة بتاعتنا سهلة قوي. هنا هحط طاسة على النار، وهنا هحط حلة. الطاسة هنعمل فيها ايه؟ هنحمص فيها دقيق السميد بدون اي مواد دهنية، تحميصة كده على الهادي. انا عايزة السميد ياخد اللون الذهبي الاشقر الفاتح، يعني زي لون البسبوسة كده. هنفضل نحمص فيه لحد ما ياخد اللون الذهبي، طبعا مش هنفضل قاعدين نتفرج عليه. الحلة بقى اللي انا حطاها على النار هبتدي اضيف فيها الزبده والزيت علشان نحمر المكسرات. هنضيف كده معلقه من الزيت مع الزبده علشان انا مش عايزه الزبده تتحرق. اهم حاجه كمان ان انا احمص المكسرات بتاعتي كويس جدا علشان عايزه طعمها يبان وكل الزيوت اللي فيها تطلع لي في التحميصه الحلوه دي. الزبده نص مقدار السميد بالظبط. اللي يحب يستبدل الزبدة بالزيت بس مفيش أي مشاكل، يحب يستبدلها بالسمنة مفيش أي مشاكل. هفضل أحمص في المكسرات بالشكل ده لحد ما توصل للون الذهبي. هي لسه لونها فاتح خالص، مش عايزاها تبقى طعمها ني. وكمان هضيف حبوب المستكة تسيح مع السمنة، بتدي طعم تحفة قوي، فبتخليلي كده طعم الحلويات بتاعتي أكني عاملة بسبوسة بالظبط. هحمر المكسرات وهحمر دقيق السميد لحد ما يوصلوا للون الذهبي، ونرجع مع بعض. هنا حمصنا الدقيق لما خد اللون الذهبي الفاتح، وهكمل بقية التحميصة مع المكسرات والزبدة. كده انا شلت جزء من المكسرات للتزيين بالشكل ده وخدت اللون الذهبي، هخليهم على جنب كده بالشكل ده. وهبتدي هنا هخلي جنب الحليب ودقيق السميد اتحمص خد لون ذهبي بالشكل ده، هحطه على السمنة والمكسرات والمستكة ونديله تقليبة بسيطة. بصوا كده خدت تحميصه حلوه كده ذهبي فاتحه، والمكسرات اتحمرت بدون ما نحرقها. هبتدي اضيف معلقه كبيره من ميه الورد او الزهر. شموا بقى احلى ريحه. خلاص كده خدنا التحميصه اللي احنا عايزينها، هنبتدي نضيف الحليب. متاح ان احنا نضيف الحليب مع ميه او حليب بس. بسم الله. دي السميد معروف ان هو بياخد كمية سوائل كتير، هنبتدي نديله شوية بشوية ونهدي النار خالص بالشكل ده. وابتدي بقى هنا في المرحلة دي اضيف السكر. على فكرة ممكن ما ناخدش كوباية السكر، ممكن نخليها نص كوباية حسب التحلية اللي احنا بنحبها، ممكن كمان نخليها عسل ابيض، يعني الموضوع متاح، مش لازم نحط كمية السكر كلها. كده خلاص اتحمصت وخدت اللون الذهبي الفاتح وريحتها تحفه بميه الورد. ممكن كمان نضيف عليها شويه من القرفه، يا سلام بتدي ريحه وطعم ملوش حل. بعد التحميصه الحلوه دي بقى هنبتدي بقى نقدمها. هنجيب اي بوله عندنا وهنبتدي نحط فيها ستريتش او ندهنها اي ماده دهنيه بسيطه كده، يعني رشه بسيطه من الزيت، ونبتدي بقى نحط الكميه بتاعتنا. التقديم ده بتاعك انت، بس احنا عايزين نعمل بقى فيها كده ايه مفاجأة في التقديم بتاعها. هاخد كده نص الكمية في طبق. ممكن كمان تعملي بقى بولات صغيرة كده ليكي ولضيوفك ولولادك. ساعات بيجي لنا ضيوف مفاجئين،
فما نبقاش عارفين هنقدم لهم تحليه ايه كده سريعه وكمان في نفس الوقت طعمها حلو. هنا بقى المفاجاه، هنحط ايس كريم. بصوا بقى المنظر، السخنيه مع البروده بتاعه الايس كريم بتدي طعم تحفه. هنبتدي بقى يعني خلينا ايه كرمه شويه، نحط بقى ايه معلقتين كبار كده من الايس كريم، وبسرعه نشتغل علشان الايس كريم هيبتدي يسيح معانا بالشكل ده، ونبتدي نكمل بقيه المقدار بالشكل ده. ممكن كمان نستبدل الايس كريم باي صوص شوكولاته بكراميل، يعني بصوا بقى الايه الموضوع اختياري ليكم، وممكن نخليها ساده بدون اي حاجه. خلاص كده خدنا الكميه بتاعتنا، ممكن بقى نعمل بوله كبيره كده ونتلمع حواليها كده احنا وولادنا في الشتاء، يا سلام. وهتضحكي عليهم وتقول لهم يعني تقول لهم ان انت عامله لهم احلى طبق بسبوسه. بس بالشكل ده نكمله بس كده. خلاص كده هنزينها بشويه مكسرات كده من الجنب، مش لازم لوز على فكره وفستق، ممكن نستخدم فول سوداني يعني ورشه من القرفه كده وزي الفل. الجريمه بقى الكبرى، حته قشطه بلدي بقى كده على الوش، يا سلام، وشويه مكسرات. هي بردك المكونات بتاعتها قريبه قوي من ليالي لبنان، بس دي بقى ايه نسخه كده ايه سريعه وطعمها تحفه. بصوا عايزه اوريكم بس المنظر، نفتح بقى، سلام، بصوا الجمال، بركان من الايس كريم. وبكده نكون خلصنا وصفتنا، وصفه سهله وبسيطه قوي، واتمنى تجربوها. يعني كده ايه هي بديل لسد الحنك بتاعنا المصري، بس دلعناها شويه، عملناها بدقيق السميد وشويه قشطه وشويه ميه ورد، هتعملي احلى تحليه وتدفئه لاولادنا في الشتاء. وصفه سهله وبسيطه، السوجي الهندي، هندي بقى مصري، احنا كل حاجه بنخليها مصري. اتمنى تجربوا الوصفه ومستنيه تعليقاتكم، ويا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. كنت معاكم فاطمه ابو علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.